اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج صحتك مع مروه. سمعنا كتير عن زراعه الاسنان، سمعنا اكتر عن تركيبات الاسنان، وعشان نعرف نختار الطبيب الافضل بمعايير الامان لازم نفهم اكتر. علشان كده فضلت اني اقدم لكم التكنيك لتجميل الاسنان بشكل مبسط مع افضل الاطباء. مع اليوم دكتور محمد اسكندر، طبيب جراحه الفم وتجميل الاسنان بمجمع المسواك فرع الفيحاء. اهلا يا دكتور. ازي حضرتك يا فندم؟ حضرتك نورتني. شرفتينا ونورتينا يا فندم. طيب عايز اسالك، تمام، ايه هي انواع التركيبات وايه الفرق بينهم؟ مين اللي بيحدد نوع التركيبه، الطبيب ام المريض؟ انواع التركيبات في طب الاسنان هي كتير. كان سابقا في التركيبات الميتال اللي هي المعدن، حاليا دلوقتي بقى في التركيبات اللي هي بتشبه الاسنان الطبيعيه، ودي بتنقسم لكذا نوع، في منها تركيبات الزيركون وفي منها تركيبات الايماكس. الزيركون بيتميز بان هو قوي زي المعدن، هو معدن بس لونه ابيض، فده بيتميز ان هو قوي بيستحمل معانا قوه المضغ بس اقل جماليا شويه من الايماكس. الايماكس هو النوع الاعلى من التركيبات السيراميكس، من التركيبات اللي شكلها حلو ولونها حلو بتدي جماليه اعلى وشفافيه اعلى، بس المشكله فيها ان قوه تحمل المضغ عليه مش كتير. فعشان كده احنا دايما معظم استخدامنا لتركيبات الايماكس بتبقى في الاسنان الاماميه، لان ما بنحتاجش ان احنا نكسر عليها قوي او بنمضغ عليها قوي. المضغ الكتير او القوه اللي بنحتاج ناكل عليه او يعني نعمل عليه معظم شغل الاسنان بيبقى في الخلفي، فعشان كده احنا بنفضل ان الزيركون يبقى في التركيبات الخلفيه. بنضمن بكده ان في التئام افضل مع اللثه، بنفضل ان مفيش روائح كريهه، بنضمن ان في جماليه اعلى للمريض وراحه اكتر. بس تمام. طب هل الفينير وعدسات الاسنان ليهم اضرار ام لا؟ بالنسبه للسؤال دايما برضو بتساله يا دكتور، ايه الفرق ما بين الفينير واللومينير؟ الفرق بسيط، هو الفينير واللومينير مش خامات اسنان، لان في بعض المرضى بيجي يسالني انا عايز ماده الفينير. لا، الفينير ده معنى كلمه فينير ان انا بردت الاسنان ولو جزء بسيط، واللومينير معناه ان انا ما لمستش السن او عملت برد بسيط جدا للسن. فهنا الفرق ما بين الفينير واللومينير، وده حبيت اوضحه في الاول. بالنسبه لتاني حاجه، هل ليها اضرار ولا لا؟ ابتسامه هوليود او العدسات اللاصقه او العدسات التجميليه لو اتعملت بشكل صح، واهم حاجه فيها اتثبتت بشكل صح بحيث ان احنا ازلنا الغرز زياده او السيمنت الزياده ما بين الاسنان، عملنا بالخيط الطبي تابعناها، بتعامل معامله الاسنان الطبيعيه وبتعيش مع المريض اكبر فتره ممكنه وبتدي يعني شكل كويس، وبتبقى الدروباكس بتاعتها او الكومبليكيشنز ما يبقاش فيه روايح، بتفضل محافظه على شكلها واستمراريتها. والميزه في العياده عندنا ان احنا بنقدم خدمه تنظيف دوري من كل 3 ل 4 شهور للابتسامات والتركيبات بتاعتنا، فده بيخلي استمراريه اعظم للمريض وبيحافظ على تركيباته لاكبر فتره ممكنه. تمام. طيب ندخل في الزراعه. تمام، تحت امرك. ممكن تقولي النجاح عمليه الزراعه بيعتمد على ايه تحديدا؟ عوامل نجاح الزراعه كتير، اهم حاجه او اهم عامل هو عظم المريض ثم نوع الزراعه. فاذا المريض لو عظمه كويس وصحته العامه كويسه، ما عندهوش امراض مزمنه زي السكر او نقص فيتامينز او الحاجات دي، بتبقى معدلات نجاح الزراعه بتوصل معانا قرب ال 95%. فاذا دلوقتي مع نوع الزرعات النظيفه، احنا الحمد لله في المركز عندنا بنستخدم افضل انواع الزرعات، سواء زرعات الماني او زرعات امريكي، وبنعطي عليها ضمان مدى الحياه للزرعات، فده اللي بيحدد عوامل نجاح الزراعه. بس تمام. هل ينفع المريض يزرع اكتر من سنه في نفس الوقت؟ حاليا بالتقنيات الحديثه احنا نقدر نزرع فك كامل في زياره واحده، من 6 ل 8 زرعات في الفك الواحد، بس ده بيعتمد برضو على حاله المريض ونوع العظم والعمليه ككل. الافضل ان احنا ناخد جوده كويسه او نتيجه كويسه نقدر نركب على المريض، يعني الفكره مش في السرعه قد ما الفكره ان احنا بنفكر في جوده. نقدر نزرع اكتر من زرعه؟ نقدر نزرع اكتر من زرعه، مفيش مشكله. طيب امتى حضرتك بتحدد ان المريض اللي قدامك محتاج زراعه، لا مش عايز لا بريج ولا ديتشر؟ بالنسبه للزراعه احنا دايما كده في مقوله ان زراعه الاسنان هي افضل طريقه لتعويض الاسنان المفقوده. اذا انا لو عندي فقد في السن يبقى افضل حل لي ان انا ازرع. طيب عشان ازرع هيبقى في عوامل لازم اتخذها ان انا اقدر ازرع، زي العظم. لو مفيش عظم ابدا ازرع عظم. المهم ان انا احافظ على الاسنان المجاوره واخلي خيار التركيب الجسر او الدنشر هو ابعد حل بالنسبه لي. اذا زراعه الاسنان هي افضل حل ان انا اقدر اعوض بيها سن مفقود.
طيب ازاي ممكن تضمن الامان لمريض السكر اثناء عمليه الزراعه؟ احنا مريض السكر بالنسبه لحضرتك، مريض السكر لو محافظ على السكر التراكمي وبيتابع السكر بتاعه بصفه مستمره ويقال عليه مريض منتظم في السكر، ده بيعامل معامله المريض الطبيعي، ما اقدرش اقول عليه مريض سكر اصلا. اذا لو المعدل التراكمي اقل من 7، السكر اليومي بتاعه في الرينج الطبيعي، مهتم بعلاجاته، فعمليه الزراعه بالنسبه لها نسب نجاحها زي نجاح المريض اللي ما عندهوش سكر بالظبط. طيب تنصح ايه لكل مريض بيقدم على عمليه الزراعه قبل ما يعملها؟ لو خلعت سن ما تاخرش في خلع، يعني ما تتاخرش في قرار الزراعه. حاليا بقت متوفر الزراعه الفوريه ان احنا نقدر نخلع ونزرع في نفس الجلسه لو الموضوع متاح بالنسبه لنا. لو عوامل نجاح الزراعه اتوفرت بنقدر نخلع ونزرع. طيب حضرتك خلعت وما زرعتش، يعدي على الفك السفلي 3 شهور، الفك العلوي من 5 لـ6 شهور كويس جدا، لان بعد كده هيحصل انحصار شديد في العظم، المريض فرص زراعته بتقل، او بنبدا بقى نلجا لحلول تانية زي زراعه العظم. ودايما زي ما بنقول كل ما لحقنا الوضع بدري كل ما كان احسن وافضل لاي مريض. طيب سمعنا عن البلازما في زراعه الشعر. تمام. دلوقتي في تكنيك جديد او من فتره اعتقد ان هو داخل في زراعه الاسنان، ممكن تكلمنا عن البلازما وزراعه الاسنان؟ بالنسبه لاستخدام البلازما في زراعه الاسنان، هو دلوقتي حضرتك بنقدر بتكنيك بسيط ان احنا بنسحب عينه دم من المريض بندخلها في جهاز فصل الدم لمده بتتراوح من 3 لـ5 أو 7 دقائق حسب نوع الماده اللي انا عايزها، بنبدا نخلطها مع العظم، بتساعد على سرعه التئام الجرح، بتساعد ان المريض يقدر يركب بصوره اسرع، بتساعد ان الالتئام يحصل بصوره احسن، بيزود فرص نجاح عمليه الزراعه، لان احنا بناخد حاجه خاصه بالمريض نفسه، فده بيساعد الجسم انه يلتئم بسرعه وبيزيد عوامل تقبل الجسم للزراعه وما يرفضهاش، وده بيخلينا ان المريض ياخد زرعه كويسه مع تركيبه كويسه، بالطبع يدي نتيجه افضل. تمام. شكرا يا دكتور لمعلوماتك. شرفتينا ونورتينا وتحت امر حضرتك. شكرا. شكرا دكتور محمد اسكندر. شكرا. شكرا لك. خليكم معايا الفقره اللي جايه ان شاء الله. يكون معايا دكتور هادي ابراهيم طبيبه الاسنان بمجمع المسواك فرع فيحاء. اهلا يا دكتور. اهلا بيك. سؤالي ليك، عشان اركب الفينيرز او اللومونيرز لازم يكون في برد الاسنان ام مش شرط؟ اكيد مش شرط، اغلب الحالات بنركب لها العدسات الفينيرز او اللومينيرز بدون نحت او برد للاسنان تماما، كل اللي مطلوب هو تخشين سطح السن علشان ثبات العدسات. بعد تركيبات الاسنان ايه طرق العنايه اللي بنمشي بيها عشان نحافظ على التركيبات اطول فتره ممكنه؟ كل اللي مطلوب من المريض الزياره الدوريه لطبيب الاسنان لعمل التنظيف والتفريش اليومي بالفرشه والمعجون واستخدام خيط الاسنان بشكل يومي. اشكرك يا دكتور. شكرا ليكي. كان معايا دكتور هدير ابراهيم طبيبه الاسنان ومجمع المسواك فرع فيحاء. رجعت لكم تاني. تركيبات الاسنان الفرق بينها، انواعها، اللي بيميزها عن الحلول التجميليه الاخرى، اتكلمنا مع اطباء كتير، والان هنسمع دكتور مايكل شاهين طبيبه تجميل وجراحه الفم والاسنان بمجمع المسواك فرع فيحاء. اهلا يا دكتور. اهلا بيك يا استاذه مروه، نورتينا. شكرا. كنت عايزه اعرف انواع التركيبات وايه الفرق بينهم. في عندك تركيبات ثابته وفي تركيبات متحركه. التركيبات الثابته عندك منها انواع، في لومينير وفي فينير وفي كراون. طبعا تفرق عن بعض بايش؟ بطريقه تحضير السن، يعني او نحت السن او اي مسمى من، يعني بيفرقوا عن بعض بطريقه التحضير. يعني لو ما حضرنا ابدا من السن بيبقى اسمه لومينير، لو في تحضير بسيط لسطح السن بيبقى اسمه فينير، او لو كان تحضير كامل بيبقى ذاك اسمه كراون. هلا هاي بيفرقوا من بعض بطريقه التحضير اللي حنسويها لسطح الاسنان. مين اللي بيحدد تركيب الاسنان، الطبيب ام المريض؟ لا طبعا الدكتور هو اللي بيحدد الطريقه، لانه ما ينفعش اسنان تبقى سليمه ورستها الاصطفافه تبعتها كويسه والمريض يبقى عايز ينحت اسنانه. ما ينفعش. هل ينفع ان انا اكون مركبه تركيبه واجي اسمع عن نوع جديد من التركيبات الحديثه اشيل التركيبه القديمه واركب الحديثه؟ لا طبعا، الا اذا في داعي للسن او اذا في ضرر او اذا في اي مشكله من المشاكل اللي ممكن يواجهها اي مريض مركب اسنان. لكن اذا بشيك مع الدكتور بشكل دوري وبتطمن على تركيباته، لا ما فيش داعي. حتى لو احدث وعجباني وعايزه اغير واركبها، مو بقصه الشكل قد ما هي بتهتمي على صحه الاسنان، بتهتمي بصحه الاسنان. لما بتبقى ممكن بحاله واحده اذا كانت تركيبات البورسلان
نغيرها ممكن لكتير في تركيبات احدث في البورسلان، في بعد البورسلان في تركيبات احدث، في عندك الزيركون، في الايماكس على حسب الحاله. طبعا دلوقتي دخل عندك مريض عنده اصفرار في الاسنان تمام وتسوس شديد، وقال لك انا متضايق من شكل اسناني وعايز اكون واثق من نفسي وببتسم وبتكلم بكل ثقه وبدون خجل، فشوفي لي حل يا دكتور. قولي لي مبدئيا الخطوات اللي بتعمليها وبتختاري له ايه، وبناء على ايه بتختاري له الاختيار ده. بعد الاشعه بنشوف اذا كان في تسوس بالاسنان، في التهاب لثه، في اي مشكله من هاي المشاكل ضروري لازم تتعالج اول. مثلا اذا كان في تسوسات لازم نعالجها، وبعد ما ننظف كل الاسنان ونتاكد من سلامتها، بعد ما بنخلص العلاج بعدين بنشوف التركيبه المناسبه اللي ممكن نسويها على حسب الحاله وعلى حسب الوضع وعلى حسب الاسنان اللي تعالجت. هلا في اسنان ممكن احتاجنا سحب عصب لها، في اسنان فقط حشوات، في اسنان ما احتاجت شيء ابدا يعني. هلا على حسب هاي الشغلات بنحدد ايش بدنا نسوي. بعض الابتسامات بيبقى ما فيها ابدا اي نحت للاسنان، هذا اسمه اللومينير. لو عملنا بعض الابتسامات فيها ممكن نحت بسيط، هذا اسمه الفينير، العملية اسمها فينير. اللي فيها نحت كامل طبعا هذه للأسنان اللي كانت احتاجت فترة معالجات طويلة، احتاجت سحب عصب، احتاجت حشوات، هاي بيبقى لازم تبقى تلبيسة أو كراون. طبعا بتختاري على حسب الحالة. طبعا طبعا بنختار على حسب الحالة اللي قدامنا أكيد يعني. طبعا مو المريض اللي بيحدد، اكيد الدكتور اللي بيحدد كل واحد ايش بيلزمه وايش الخطه العلاجيه لإله وايش الابتسامه اللي بتناسب. اهم شيء انه المريض بعد ما يحس انه هو الاشي اللي حابه صار، يعني ابتسامه حلوه، ابتسامه بترجع له ثقته لنفسه، اكيد يعني بيفرح كثير. ممكن اول زياره بيجي فيها بيبقى ممكن نفكر انه اسنانه كتير صعب انها تتعالج يعني، لكن الحمد لله الطب تطور والمواد تطورت وبقى كل شيء ممكن له حل يعني. دكتور ميسم نورتيني. شكرا استاذه مروه، صراحه انت اللي نورتيني، اهلا وسهلا فيكي. شكرا يا دكتور، خليكم معايا الفقره اللي جايه ان شاء الله. رجعت لكم تاني. فقد السن او الاسنان شيء مخيف جدا اللي بيتعرض ليه. في اللحظه دي بيقوم المريض بالبحث عن الحل لحد ما يوصل لنقطة الزراعة، من هنا الخوف بيزيد أكتر. هنعرف أكتر عن الزراعة مع دكتور أحمد سنهوري، طبيب جراحة الفم وتجميل الأسنان. أهلا يا دكتور. أهلا وسهلا. عايزك تكلمنا عن الزراعة. من خلال لقاءاتي مع بعض الأطباء كنا بنتكلم عن الزراعة، هل بتاخد وقت طويل ولا لأ؟ هل بتسبب ألم ولا لأ؟ المعظم كان بيقولي إنها في التقنية الحديثة مفيش ألم نهائيا وما بتاخدش وقت إطلاقا. طبعا. ممكن حضرتك توضح لنا؟ بالنسبة لزراعة الأسنان، هي عملية بتتم على كرسي الأسنان ببنج موضعي. مريض الأسنان، مريض الزراعة اللي بيزرع دلوقتي هو أصلاً كان مريض خلع قبل كده، فهو عدى بنفس المراحل اللي حيتم بيها زراعة الأسنان، بنج موضعي زراعة للأسنان، وكان قبل كده كان فيه خلع للأسنان. الموضوع ما فيهوش أي مشكلة خالص، ما فيش ألم أي أثناء العملية. حالياً دلوقتي بقت الزراعة بتتم ممكن في 5 دقائق يخلص الزرعة بتاعته. لو هي زرعة واحدة أقصى حاجة ممكن يعني يتعداها لو للزرعة الواحدة ممكن 10 دقايق لو هي زراعات صعبة. موضوع الزراعة اتطور كتير جدا عن زمان، دلوقتي بقى في تقنيات حديثة، بقى في تخطيط للزراعة ديجيتال على الكمبيوتر قبل أصلا ما نخش، بيكون الدكتور عارف خطواته وهو داخل هيعمل ايه 1 2 3، فبيكون عارف هو رايح فين وجاي منين من قبل أصلا ما يدي بنج أصلا للمريض، فالموضوع بيكون سريع. الدكاتره اللي قالوا لك ان هو مفيش الم ومفيش وبيتم بسرعه، هم عندهم حق فعلا، هم صادقين في الكلام ده، عشان فعلا اثناء الزراعه مفيش اي الم، مفيش وفي سرعه في العمليه. تمام. هل ممكن زراعه اكتر من سن في وقت واحد؟ طبعا طبعا، يعني حد اقصى هو طبعا هي بتكون بتحكمها اكتر يعني قوه تحمل المريض ان هو يقدر ان هو يقعد فتره يشتغل اكتر من سن في نفس الزياره او في نفس الجلسه، وبرده بنفضل ان هو يكون في الجنب اللي هو بتخدير واحد بنقدر نشتغله مره واحده. يعني لو مثلا بنشتغل على الجزء الايمن تمام، افضل ان انا بنشتغل في الجزء الايمن بدل ما يدي بنج في الجهتين تمام، بنشتغل في جزء جهه والجهه الثانيه المره اللي بعدها.
لكن المريض لما عندوش مشكله ان هو يشتغل في اكتر من جهه مفيش اي مشكله خالص، مفيش حتى اي تاثير على المريض. كده كده هو بعد ما بيخلص بياخد العلاجات بتاعته اذا كان مضادات حيويه او مسكنات. تمام، الموضوع زيه لا يتعدى زي اي خلع اي سن. في خلال كام يوم الامور بتبقى تمام، بيكون حاسس بعدم ارتياح في اول يومين ثلاثه، عدم ارتياح مش الام، طالما هو ملتزم بالعلاج بتاعه اموره ما يكونش فيه اي مشكله. هل المريض اللي بيختار ويحدد ان هو محتاج زراعه ام الطبيب؟ طيب، هي عامه اي خطه علاجيه مسؤوليه مشتركه بين المريض والطبيب، فهو زي مشروع لازم نتفق فيه مع بعض، ولازم ان احنا نختار الخطه العلاجيه مع بعض. ما ينفعش المريض يجبر الدكتور على خطه علاجيه او الدكتور يجبر المريض على خطه علاجيه، فهي مسؤوليه مشتركه، هما الاثنين شركاء فيها. في النهايه لازم يكونوا هما الاثنين مرتاحين، فالدكتور لابد من هو بيشرح خطط العلاج المختلفه للمريض اللي هي بتناسبه. تمام، وهو بيوصل لافضل حل يناسب المريض اذا كان طبيا او اذا كان بالنسبه للتكلفه طبعا. طيب، هي عمليه الزراعه بتتم وبعد كده بيحصل عمليه تركيب الاسنان. تمام، بيبقى ليها مده بقاء او مدى صلاحيه ولا؟ بالنسبة للزراعة نفسها، زراعة بتتم وبعدين نبدأ نركب على الزراعات من 3 لـ6 شهور. تمام، بعدها ليه احنا بنستنى الفترة دي؟ بنستنى الفترة دي عشان الجسم يتعرف على الزرعة كأنها جزء من الجسم، فيبدأ يبني عليها العظم وتبقى هي والجسم حتة واحدة. كون هي وصلت خلاص بقت هي والجسم حتة واحدة، لو المريض التزم بالتعليمات اللي الدكتور بيقول له عليها طول حياته بتفضل الزراعات موجودة طول العمر ان شاء الله. هل بالفعل بعد الزراعة الانسان بيحس ان هي اسنانه طبيعية وبيتعايش طبيعي؟ زيها زي الطبيعي بالظبط، بل يمكن ممكن اقوى كمان. يعني هي الاسنان الطبيعية بتكون فيها مرونة، الاسنان زراعات نفسها بتكون ماسكة مع العظم بشكل قوي جدا، طالما ان هي متركبة بشكل كويس والمريض بيراعي النظافة الشخصية فيها وصحتها طول عمره هيفضل معاها العمر كله ان شاء الله. هل بيبقى ليها طرق عناية خاصة غير الناس اللي بسنان عادية؟ لو المريض التزم بأقل شيء بيلتزم بيه الشخص الطبيعي الأسنان الطبيعية مع الزراعة هيكون كافي، بس في طبعا حاجات زيادة بنقولها للمريض بحيث ان هو يحاول يحافظ عليها بشكل اكتر من الطبيعي. تمام، طب هل في امراض مزمنة تمنع حدوث عملية الزراعة؟ يعني اشهرهم السكر. السكر طبعا الناس عندها فكرة ان مع مريض السكر احنا ما نقدرش نزرع، بس هو بالعكس، احنا معظم مرضى الزراعة هم مرضى سكر اصلا، عشان هم فقدوا اسنانهم بسبب ارتفاع وانخفاض السكر بشكل غير طبيعي. بس احنا بنقول المريض السكر كنترول اللي هو مسيطر على الحالة المرضية بتاعته، السكر بتاعه مسيطر عليه وكنترول خلاص، ان هو متثبت عند رقم معين، وطبعا ليه طبعا حسابات مع الدكتور مع التحليل، بنقدر نزرع له مفيش مشكلة حتى لو هو مريض سكر، بس يكون ملتزم بالتعليمات اللي الطبيب قايلها له اذا كان طبيب السكر بتاعه او طبيب الاسنان. بيكون تعليمات خاصه بالظبط. تنصح المريض ايه قبل ما يقوم بعمليه الزراعه؟ انصح المريض قبل ما يقوم بعمليه الخلع يزور طبيب الاسنان او اخصائي الجراحه، ان هو يقدر يقول له بالظبط، يعمل له خطه حتى خطه الخلع نفسها، عشان يبقى فيه سهوله في تعويض السن بعد كده. عشان اثناء فتره الخلع ساعات مثلا مع الخلع نفسه بيطلع قطع عظم من الفك نفسها بتاثر بعد كده على عمليه الزراعه، ساعات بيكون في خراجات في الاسنان نفسها بتاثر طبعا على عمليه الزراعه بعد كده، بتحتاج ساعات زراعه عظم، بتحتاج يعني تعامل خاص. فانا افضل يعني انصح اي حد عنده سن فيه مشكله وخلاص قرر ان هو يخلعه ويزور طبيب الاسنان المختص بالزراعه عشان يحط له خطه لقدام عشان ما تطولش معاه. طيب، هو السؤال هو احنا بنخلع الاسنان عشان نعمل عمليه زراعه. تمام، خلع الاسنان ده طبعا بيكون بناء على تلف الاسنان نهائيا خلاص. طيب، عدم ما فيش صلاحيه دي. تمام، اكيد احنا مش بنخلع الاسنان غير اذا كانت خلاص ما فيش فيها امل ولو 1% ان هي نقدر ان احنا نعوضها. تمام، ما في نصيحه بقى لكل شخص بعد زراعه اسنان؟ طبعا العنايه بالزراعه بالتركيبات اللي على الزراعه بعد زراعه الاسنان زي ما قلت لحضرتك هي لا تقل اهميه عن الاهتمام بالاسنان نفسها، بل يمكن يكون اكتر. التهابات اللثه نفسها ممكن تاثر على العظم اللي حوالين الزراعات، وبعدين ممكن يحصل تاكل في العظم اللي حوالين الزراعات. فليه احنا ندخل نفسنا في نفق مظلم؟ ومن الاول احنا لو خلاص تنظيف الاسنان بشكل يومي اذا كان بالخيوط او اذا كان بالفرشه والمعجون او اذا كان بالمضمضه، وكمان بالنسبه للزراعه ساعات كده يعني بننصح المرضى في جهاز تنظيف للفم بالميه، ده بيكون ممتاز تحت تركيبات الاماكن اللي هو مش عارف يوصل لها بالفرشه والمعجون والغسول. تمام، سمعنا عن العدسات الـ3D، ممكن حضرتك تشرح لنا ايه هي بالضبط؟
طيب العدسات 3D ديت هي عدسات يعتبر هي احدث حاجه ظهرت في مجال تجميل الاسنان بالعدسات. العدسات 3D هي نفس النوع ونفس الخامه بتاعت الاي ماكس العادي اللي احنا بنشتغل بيه بقالنا سنين. لكن في فرق في التصنيع وبناء العدسه نفسها. العدسات اللي احنا بنشوفها على طول, في ناس بتشوف العدسات شكلها بيكون شكلها فيك ومش طبيعي, شكلها غير طبيعي, شبه البلاطات, شبه التباشير, حاجات مرصوصه جنب بعضها ولون واحد كلها, ما فيهاش اي حيويه, ما فيهاش اي طبيعيه. فبدات الناس تفكر ان احنا عايزين اسنان ابيض واسنان فاتحه واسنان شكلها كويس بس بالشكل الطبيعي اللي هو بيحاكي اللي ربنا خلقه. فطلعت الفكره بتاعت العدسات 3D او ثلاثيه الابعاد, يعني هو ده اسم تجاري طبعا. هي العدسات بنسميها عدسات بيلد اب, ان هي بتكون ليها قاعده من الاي ماكس ويبدا يتبنى عليها خزف مدرج. الخزف المدرج ده بيكون بيحاكي الشكل الطبيعي بتاع الاسنان نفسها, فتقدر نحصل بيها على ابتسامه شكلها طبيعي, ابتسامه شكلها كويس جذاب مرصوصه كويس, وفي نفس الوقت طبيعيه ومدرجه شبه الاسنان الطبيعيه, محدش يقدر يفرق ان هي تركيب اصلا. سمعنا ان في زراعه وتركيب فوري, فعلا في حاجه زي كده؟ ده حقيقي. حاليا مع تقدم العلوم في طب الاسنان بدانا ان احنا نقدر نستكشف المريض وعظم المريض قبل حتى ما نفتح. زمان كان في حاجه اسمها عمليات استكشافيه, كان الدكتور يفتح مثلا بطن المريض عشان يستكشف يشوف هو فيه ايه قبل حتى ما ياخد قرار ان هو يعمل العمليه. لا, دلوقتي احنا بالتقنيات اشعات المقطعيه, حاجه اسمها كوم بيم سي تي والاشعات 3D, بنعرف نقدر ان احنا نغوص جوه عظم المريض قبل ما حتى نبدا نشتغل. فبنخطط بشكل جيد احنا ممكن هنخش هنحط هنعمل ايه بالظبط قبل ما نبدا نشتغل. حاليا في تقنيات جديده تقدر تخلينا ان احنا نصمم زراعه للفكين بالكامل, خلاص عليهم 4 زراعات او ممكن 6 زراعات, 6 زراعات على الفكين, كل فك 6 زراعات او 4 زراعات, ونقدر ان احنا نركب عليه فوري في نفس اليوم العمليه. المريض يدخل بدون اسنان تماما. انا طبعا بتكلم على المرضى اللي هم بدون اسنان تماما, مش بتكلم على السن والسنين, بتكلم على المريض اللي هو بدون اسنان تماما. مريض عنده مشكله في الاكل, عنده مشكله في الطقم, بيقع منه مش عارف ياكل بيه كويس, يعني هو بيصبر على اذى الطقم وخلاص عشان ما عندوش حل. دلوقتي المريض بيقدر يجي, نجهز مقاساتنا, نخطط كويس, نعمل تصميم على الكمبيوتر ديجيتال ونركب في نفس يوم الزراعه. المريض يخش بدون اسنان يطلع باسنان. ممتاز. يعني فعلا فوري. فعلا فوري. سؤال مهم يا دكتور, في مرضى عايزه تعمل عمليه الزراعه مفيش اسنان عشان تركب تركيبه ومفيش عظم عشان يعملوا عمليه الزراعه, هل دول ليهم حل؟ طبعا زمان كانش في حل, كان لازم لابد مفيش حل غير ان هو يركب تركيبه متحركه يفكها ويركبها وينظفها ويركبها تاني, ما كانش في حل غير كده عشان مفيش عظم نقدر نزرع فيه ومفيش اسنان نقدر نحمل عليها جسور عشان نركب تركيبه ثابته. دلوقتي بنقدر ان احنا نعمل حاجه زراعه للعظم نفسه, بنعمل العظم صناعي, يعني مستخرج من مستخرجات العظم الصناعي اذا كان بشري او حيواني, طبعا متعالج في شركات عاملين معالجات كتيره جدا لحد ما يوصلوا لشكل ان احنا نقدر نزرعه جوه جسم الانسان ونقدر نستعيد عن العظم اللي هو فقد بسبب مثلا خلع من فتره طويله ونعوض العظم ده بعظم جديد يقدر يشيل زرعات وتحمل ونزرع ثابت عادي ونركب اسنان ثابته عكس زمان ما كان بس الحل هو الاسنان المتحركه. يعني حضرتك بتزرع عظم الاول؟ اه, بنزرع عظم الاول وبعد زراعه العظم وبنسيبه لحد ما يندمج مع عظم المريض نفسه. تمام. كمان في حاجات ساعات بيحصل في الجيوب الانفيه بتنزل وتاكل الاماكن العظم بعد الخلع, مثلا لو حد خلع مكان دروس خلفيه في الفك العلوي, لو سابه فتره طويله هيبدا الجيوب الانفيه تكبر وتاكل في العظم من جوه. لو عملنا اشعه هنلاقي ان مفيش سمك للعظم نقدر نزرع فيه, ولو زرعنا زرعه هتقع في الجيوب الانفيه, فلابد ان احنا نرفع الجيوب الانفيه ديت بزراعه عظم. زمان كان الموضوع صعب, دلوقتي بيتم بكل سهوله عشان التقنيات الجديده بقت كل يوم في تطور لطب الاسنان, فنقدر ان احنا نرفع الجيوب الانفيه ونزرع عظم, نقدر ان احنا نزرع نحط زراعات ونركب تركيبات ثابته عكس زمان ان احنا كنا بس بنحط تركيبات متحركه. اشكرك يا دكتور على معلوماتك, اضفت لنا كتير. شرفت. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. طبيب جراحه الفم وتجميل الاسنان دكتور احمد الصنهوري, نورتنا. اهلا وسهلا, شرفت بيك. اشكركم واشوفكم في حلقه جديده من برنامج صحتك مع مروه, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.